دي الصالة. ده شباك على السلم. مطبخ. حمام. دي أوضة أطفال تنفع صالون. ده شباك على الشارع، الشارع الرئيسي. ده منور تهوية اللي في الوش. ده شباك الصالة طلع على الشارع برضه. الشارع من هنا برضه اهو. ادي الصالة، شقة في الدور الخامس والأخير، والسقف كان مهدود في الكامل ومبني من جديد كله، ومعمول طبقة عزل عشان الشمس ما بين البطن وما بين السيراميك، متبلط سيراميك بميلان على مزاريب عشان الشتاء، وده باب مصفح. وده تاني برضو الشارع، وشباك من على السلم برضو بيطل على الشارع.